أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه وينتجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معالي الشيخ خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نائب راعي الحفل. معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أصحاب المعالي والسعادة، أصحاب الفضيلة والسماحة، ضيوفنا الكرام، أيها الحفل الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أرحب بكم جميعا أجمل ترحيب، وأن أسعد بصحبتكم في هذه الساعة المباركة على مائدة القرآن العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري
تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين وبعد أن أنصتنا خاشعين إلى التلاوات الندية للمتسابقين وتفضلت لجنة التحكيم الموقرة بتقييم تلاواتهم، يشرفني أن أدعو باسمكم معالي الشيخ خالد بن علي بن عبد الله الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نائب راعي الحفل لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا. إن شرف خدمة كتاب الله تعالى لا يدانيه شرف، فهو الكتاب العزيز الذي بعث الله به خاتم الأنبياء والمرسلين، فكان خير رسول صلى الله عليه وسلم، وخير رسالة إلى خير أمة أخرجت للناس، وكان لمملكة البحرين ولا زال حظ وافر من هذا الشرف العظيم في خدمة كتاب الله تعالى، حيث انتشرت مراكز تحفيظ وتجويد القرآن الكريم
وتدريس علومه في ربوع مملكتنا الغالية بالمئات، ليتخرج منها الحفاظ والقراء المتقنون على أيدي نخبة من معلمي ومعلمات القرآن الكريم الذين وهبوا أنفسهم لنيل هذا الشرف العظيم. ولقد كان لاهتمام القيادة الحكيمة بهذه المسيرة المباركة الأثر الكبير في تطورها والارتقاء بها من خلال إدارة شؤون القرآن الكريم بالوزارة، وبدعم كريم من قبل الحكومة الرشيدة والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حيث حققت مملكة البحرين بحفاظها مراكز متقدمة في المسابقات القرآنية الدولية، بلغت 30 مركزا خلال السنوات العشر الماضية، فلله تعالى الحمد والشكر والمنة. نشكر معالي الشيخ خالد بن علي بن عبد الله الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نائب راعي الحفل على تفضله بإلقاء كلمته الكريمة. وللمتسابقين كلمة يلقيها نيابة عنهم المتسابق حسام نور الدين مرزوق من جمهورية تونس، فليتفضل. ما أجمل اللقاء مع أهل الود والصفا، وما أعظم الإيمان إذا كان الاجتماع لاستماع القرآن، وإن الزمان والمكان ليشرف بشرف الغاية، فكيف إذا كانت الغاية أعظم المقاصد وأجل المطالب؟ ترتيل القرآن الكريم وتزيينه بالصوت الحسن. ونحن اليوم نجتمع في هذه المناسبة المباركة، وهي الحفل الختامي لمسابقة القارئ العالمي بمملكة البحرين، هذه المسابقة الفريدة من نوعها، إذ اعتنت في التحكيم بجانبين: جانب الإتقان في أحكام التجويد وجانب تزيين القرآن بصوت الحسن، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. ولا شك أن النفوس تميل إلى الصوت الحسن وإلى سماع القراءة بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم، لما في ذلك من تأثير في رقة القلب. فهذه المسابقة بالرغم من أنها في نسختها الأولى، فإنها حققت نجاحا باهرا من خلال عدد المشاركين فيها وتسهيل مشاركة الجميع دون عوائق أو صعوبات، ومن خلال جمع شمل أهل القرآن وأصحاب الأصوات الندية من مختلف البلدان العربية والإسلامية وغير الإسلامية. 6 أشهر كانت كفيلة باستقطاب الآلاف من المتسابقين من مختلف دول العالم، حيث توالت المشاركات منذ فتح باب التسجيل في شهر إبريل وحتى شهر سبتمبر من عام 2014. وقد كان لهيئة الحكومة الإلكترونية دور محوري في الدعم الفني للمسابقة باعتبارها الشريك التقني. إن استقبال آلاف المشاركات وتقييمها لم يكن بالأمر السهل، ومن أجل ذلك فقد هيأت إدارة شؤون القرآن الكريم لجان تحكيم تضم نخبة من المتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة في علوم القرآن الكريم وقراءاته المتواترة، يعملون عن بعد من أماكن مختلفة من العالم. أولا، المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية الراعي الرسمي لمسابقة القارئ العالمي يتفضل باستلام تكريم معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. ثانيا، هيئة شؤون الإعلام الشريك الإعلامي لمسابقة القارئ العالمي يتفضل باستلام تكريم سعادة السيد علي بن محمد الرميحي الرئيس التنفيذي لهيئة شؤون الإعلام. والله هي الاهتمام بالقرآن الكريم ف
في مملكة البحرين نحن نولي اهتماما خاصا بالقرآن الكريم. نعتقد أن القرآن الكريم هو الذي يضمن وحدة المسلمين، هو الذي فيه أسس الإنسانية، هو الذي يضمن عدم التعصب، عدم الكراهية، عدم الطائفية، عدم العنف والتحريض عليه. هذا هو القرآن، هذه كلام الله، هذا كلام الله الذي يجب علينا أن نحفظه. متى ما بعدنا عنه تجد كثير من المشاكل تحدث في مجتمعاتنا، متى ما اقتربنا منه وباستخدام تكنولوجيا، والله الحمد لله من علينا الحين التكنولوجيا في كل بلادنا، استخدام مزج بين هذا وذاك هو الذي أتاح الفرصة لأن يكون هنا هذا العدد الكبير الذي لم نتوقعه في الحقيقة من المتسابقين. في اعتقادي النصيحة هي أن يتكاتف الكل، من كل في موقع، سواء كان رسمي، سواء كان أهلي، سواء كان قطاع خاص تجاري، أي مكان موقع، لكن في هذا الموضوع بالذات أنا في اعتقادي أن مسألة هامة ونحتاجها وننقلها لأولادنا أولاد أولادنا إن شاء الله. مسابقة القارئ العالمي، هذه المسابقة التي بدأناها قبل عام من الآن وأطلقناها بهدف خدمة القرآن الكريم والنشر وتيسير تعليمه لمختلف فئات المجتمع في كل مكان باستخدام تقنية الإنترنت. كذلك تهدف هذه المسابقة إلى إبراز اهتمام مملكة البحرين وقيادة وحكومة وشعبا بخدمة القرآن الكريم ورعاية طلابه وحفاظه. هذه المسابقة تقوم على مبدأ أن جميع المتسابقين الذين يقعون ضمن الفئة العمرية للمسابقة يحق لهم الاشتراك فيها ما داموا قادرين على الوصول إلى خط الإنترنت من أي مكان دون أي عوائق متعلقة بالإقامة أو بالجنسية أو بأي عوائق أخرى. والمسابقة هذه تمر عبر مراحل خمس، تنظم المراحل الأربع من الأولى منها عبر الإنترنت، ويتم ترحيل المتسابقين من مرحلة إلى أخرى وصولا إلى تتويج الفائزين منهم الخمسة الأوائل بمسابقة في حفل ختام يقام هنا في مملكة البحرين بعد استضافة هؤلاء المتسابقين، علما بأن أعضاء لجنة التحكيم المشاركين في المسابقة أيضا يعملون عن بعد، وقد بلغ عددهم 130 متسابقا محكما حكموا 5000 يعني مشاركة، وتم اختيار عينة من هؤلاء المحكمين، ويقام إن شاء الله في هذه الليلة الحفل الختامي لهذه المسابقة والتصفية على الخمسة الفائزين منهم. الجوائز متعددة، جائزة الفائز بالمركز الأول 25,000 دولار، الثاني 20,000 دولار، ثم 15,000 و10,000 و5,000 من المركز الثالث إلى المركز الخامس، وهناك جائز 2,500 دولار للفائزين من المركز السادس إلى المركز العاشر. كذلك هناك جائزة في المسابقة مخصصة للمؤسسات القرآنية المتميزة التي تشارك في هذه المسابقة بأفضل وأجود عدد من المتسابقين، سميناها جائزة منجم القراء، وتتوج بها المؤسسة التي شاركت بأكبر وأجود عدد من المتسابقين في هذه الدورة إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. هي تجربة جديدة ونرجو أن نكون قد وفقنا فيها، خاصة أنه طرح جديد في خدمة القرآن الكريم. هي مسابقة القارئ العالمي، يعني البحرين تسجل سبقا في ذلك، ويعني تكاتفت الجهود حقيقة من جميع الدول لكي تخدم القرآن الكريم، وكانت المشاركة يعني منقطعة النظير من حيث العدد الكبير يفوق 5,000 مشارك. تم يعني عمل تصفية لهم على مدة 3 شهور إلى أن وصلنا إلى العدد الذي تم تكريمه في هذه الليلة المباركة. البحرين سباقة في مثل هذه الأعمال الخيرة في خدمة القرآن الكريم، ونحن نشكر الجميع ممن شارك في هذه المسابقة ونظم فيها على ورعاه الذي دائما يثري القرآن وأهل القرآن بالكثير من المبادرات وبالتكريم، فهذا ليس بغريب على جلالته حفظه الله، وكذلك الحكومة الموقرة لسمو رئيس الوزراء الموقر ولولي العهد الأمين. فالبحرين دائما وأبدا تعمل من أجل الجميع، وتعمل من أجل جمع الشمل ولم الصف، ودائما تحب أن تعمل في من خلال دول مجلس التعاون والجامعة العربية والعالم الدولي. فالقرآن يجمعنا، وقد جمع هذه الكوكبة المختلفة في ثقافاتها وفي لغاتها وفي أعراقها، لكن الجميع قد اجتمع على القرآن الكريم، وإن شاء الله تكون هذه نبتة لتوحيد الأمة العربية
ومن ثم الإسلامية. نشكر الجميع على ذلك، ونشكر الله تبارك وتعالى أن وفق لمثل هذا العمل الشريف الجليل، وجزاكم الله خيرا. كما تفضلتم، هي تجربة يعني غير تقليدية ويعني جريئة الحقيقة، لأن يعني دائما من يبادر في يعني البرامج الجديدة يتحمل مسؤولية ويتحمل أيضا الخوف من أن لا تنجح لا قدر الله هذه المسابقة، ولكن الخبرة التي لدى القائمين على إدارة شؤون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية البحرينية، واختصاص بعض منهم في التقنية، وكذلك يعني موقع البحرين كدولة يعني ما شاء الله منفتحة على العالم الشرقي والغربي، ويعني تقيم المؤتمرات باستمرار في كل التخصصات، جعل من يعني انطلاق هذه المسابقة من مملكة البحرين جعل أمر سهل وميسور بفضل الله عز وجل. وطبعا كما تفضلت يعني هي غير تقليدية من عدة نواحي. طبعا من الناحية الأولى أنها تصل إلى كل مسلم وإلى كل راغب في المشاركة، وهذه قد لا تتيسر في كثير من المسابقات، وهذه تعطي يعني شفافية لهذه المسابقة، وتعطي لها انتشار أكثر، وتعطي لها كذلك يعني العالمية التي تتميز بها هذه المسابقات بكل اقتدار إن شاء الله تعالى. طبعا 5000 رقم كبير بالنسبة للمسابقات الدولية، وأعتقد السنوات القادمة سترتفع هذه الأعداد إلى 10 إلى 20، وأتوقع بعد سنوات يعني ليست بعيدة ستصل إلى 100,000 بإذن الله سبحانه وتعالى، وقد تصل إلى الملايين في المستقبل بإذن الله عز وجل. وأعتقد هي ستفتح باب للمسابقات الدولية ليستفيدوا من هذه التجربة، وخصوصا الدول التي ليست لديها مسابقات دولية ستبادر إلى يعني عمل مثل هذه المسابقات. قد تختلف في وضع شروط وضوابط معينة من ناحية السن، من ناحية يعني الدول، سواء الدول العربية أو دول غير عربية، لكن هذه المسابقة الحقيقة حظيت باهتمام كبير واضح، رعاية جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة جزاه الله خير لهذه المسابقة الأولى. والبحرين ليست جديدة على المسابقات، لديها مسابقة دولية، لديها مسابقة محلية، لديها مشاركة في المسابقات الدولية، لديها إذاعة قرآن، قناة قرآن، إدارة قرآن، ما شاء الله تبارك الله اهتمامهم بالقرآن اهتمام كبير والحمد لله. أولا وقبل كل شيء أحمد الله عز وجل أولا، ووالدي والشيخي عبد اللطيف ثابت الذي درسني علم القواعد والتجويد. ثانيا بالنسبة للمسابقة، فهي مسابقة والله تنظيمها تنظيم محكم، وشيوخ لجنة التحكيم هم من كبار الشيوخ ما شاء الله، وحتى المتسابقين أدائهم رائع ما شاء الله، والمنافسة كانت في أجواء قوية، كانت قوية حتى أنه صعب تتكهن بالترشيب. وبالنسبة للتنظيم المسابقة والله تنظيم قوي، لأنه من الصعب أول دورة للمسابقة وتنجح بهذه الطريقة، نجاح كبير ما شاء الله. وهي مسابقة أتاحت فرصة للعديد من المواهب، يعني بطريقة إلكترونية سهلة وبسيطة تقرب المسافات. وشكرا جزيلا لكل من خلف هذه المسابقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا شفته في صفحة في فيسبوك، ثم أتابع وأسجل، ثم سجلته وبعد أرسلت مقطع، والحمد لله نجحت في مرحلة أولى، ثم كذلك في مرحلة أخرى. الهزيمة مسابقة فريدة من نوعها، وأعطت انطباعا جيدا لكل المتسابقين. أن لجنة التحكيم لجنة موقرة وكلها من السادة العلماء الأفاضل في مجال التجويد والأحكام ومجال الصوت كذلك، فنشكرهم جميعا ونشكر القائمين على هذه المسابقة الفريدة من نوعها، لأنها أول مسابقة في العالم يكون فيها التواصل عبر الإنترنت.
ما شاء الله مسابقة متميزة جدا ولها إيجابيات كثيرة جدا لم تكن في المسابقات الأخرى في أي بلد من بلدان العالم، خاصة أنها عن طريق الإنترنت وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الدول للمشاركة فيها مقارنة بالمسابقات العالمية. أيضا في الدول الأخرى ترسل كل بلد قارئ واحد ويكون غير مسموع للجميع، لكن هذه المسابقة ما شاء الله يعني تقام بكل شفافية والتلاوات موضوعة للجميع يستمعون إليها ولها إيجابيات كثيرة ما شاء الله. يعني الحقيقة المسابقة هذه مسابقة تعتبر نادرة في مجالها، لأول مرة يتم احتساب الدرجات ويتم التحكيم عبر شبكة الانترنت. شبكة الانترنت حقيقة أوصلت هذه المسابقة إلى أقاصي الدنيا، وكانت المشاركة حقيقة كبيرة جدا والعدد مذهل، ما كنا نتوقع أنه يصل العدد إلى يعني قرابة ما بين 5000 إلى 6000 مشارك، عدد كبير جدا. يعرف كل من حكم في المسابقات الدولية أن هذا العدد كبير. حقيقة سابقة يعني مهمة، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في الإخوة القائمين على هذه المسابقة. الأمر الآخر حقيقة التحكيم كان على محورين أساسيين. المعيار الأول معيار أحكام التلاوة والتجويد، وهناك لجان متخصصة كانت ترصد أخطاء التلاوة وأخطاء المخارج والصفات. المحور الثاني اللي هو حقيقة محور أساسي ومهم جدا، محور الأداء الصوتي. الأداء الصوتي حقيقة المحكمون الذين يستطيعون رصد هذه الجوانب يكادون يكونون معدودين، لأن الجوانب الصوتية مجال مختلف تماما عن أحكام التلاوة والتجويد. هذه المسابقة مسابقة قرآنية شاملة، لا لتلاوة القرآن فقط، وإنما شاملة لتجويد القرآن وأداء القرآن علما وعملا، بحيث إن القارئ الذي يجتاز أو الذي ينجح عامة كده يقرأ قراءة مجودة مرتلة صحيحة مع الحفظ التام للقرآن الكريم أو للأسئلة التي توجه إليه. وأنا حضرت قبل ذلك في مسابقة برضو، فوجدنا يعني والله الحمد اهتمام المملكة والقائمين على شؤون البلاد بالقرآن الكريم، مما يثبت أنهم من محبي القرآن الكريم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم هذه المملكة البحرين بنعمائه الكبيرة، وأكبر نعمة على أمة محمد ألا وهي القرآن الكريم. نسأل الله تعالى أن يباركنا ويبارك هذه المملكة وما فيها ومن فيها من رؤساء وغير رؤساء، والشعب جميعا على اختلاف يعني درجاته ذكورا ونساء وكبارا وكبارا، أن تعمهم بركات القرآن إن شاء الله.